الحرب الروسية ما زالت مستمرة، ومعركة كبرى في خرسون لها ما بعدها. الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يكشر عن أنيابه ويعطي الأوامر لقواته باستمرار القصف الصاروخي للبنى التحتية للمدن الأوكرانية ومن بينها العاصمة كييف، وها هو يهدد بالانسحاب من اتفاقية نقل الحبوب الأوكرانية من موانئ البحر الأسود إلى أجل غير مسمى، مما يعني وقف الصادرات كلياً، الأمر الذي سيؤثر بشكل سلبي على أكثر من 100 مليون إنسان في العالم على الأقل، وللأسف الشديد منها دول عربية خاصة لبنان ومصر. سيحدث عجز عالمي بالإمداد، وسترتفع أسعار الحبوب أكثر مما هي مرتفعة منذ بداية الحرب الأوكرانية. شتاء أوكرانيا سيكون أكثر جليدية من نظرائه في دول شمال أوروبا، ليس للنقص الحاد في الطاقة وإنما لقصف بناها التحتية أيضا، الأمر الذي سيحول حياة أكثر من 44 مليون أوكراني إلى جحيم. العاصمة كييف أكثر المدن تضررا، ولأول مرة منذ بداية هذه الحرب تنقطع المياه عن 80% من المستهلكين والسكان. الضربات الروسية قطعت التيار الكهربائي عن 350 ألف منزل. ومن الواضح أن الرئيس الأوكراني أساء تقدير غضب الرئيس الروسي وردود فعله عندما أقدم على الإيعاز لجيشه بأوامر أمريكية بقصف جسر القرم المدني أولاً، وألحقها بالهجوم على الأسطول الروسي المرابط فيها، لأنه بمثل هذه الهجمات التي رأت فيها القيادة الروسية استفزازاً وفر الذرائع لقصف البنى التحتية المدنية الأوكرانية مثل محطات الماء والكهرباء من قبل الجيش الروسي، ووقف الصادرات الأوكرانية من الحبوب التي توصف بأنها بترول أوكرانيا. نهاية الحرب الأوكرانية باتت بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى، وضم روسيا للأقاليم الأربعة في شرق البلاد بات يتكرس يوما بعد يوم. التقارير الأوروبية تشير أن روسيا بدأت ببناء سور أسمنتي ضخم على طول الحدود مع أوكرانيا، وبدأت بحفر خنادق عميقة لمنع أي هجوم بالدبابات لاستعادتها. أوروبا منقسمة تجاه كيفية إدارة هذه الحرب وإنهائها، وبدأت فرنسا على سبيل المثال تقود تمرداً ضد الهيمنة الأمريكية وتطالب باستراتيجية دفاعية مستقلة كلياً عن واشنطن. ومن المؤكد ومع قدوم فصل الشتاء رسمياً في أوروبا فإن الاحتجاجات الشعبية ستعم معظم العواصم في الأسابيع القليلة المقبلة بعد تدهور الأحوال المعيشية وتفاقم التضخم وانهيار العملات والأسواق المالية. الرئيس الأمريكي جو بايدن هو المسؤول الأكبر عن هذه الكارثة التي حلت بأوكرانيا والقارة الأوروبية عموماً. يقول مراقبون أن استمرار الغطرسة الأمريكية والتمسك بالحل العسكري سيؤدي حتماً إلى تفاقم هذه الحرب وزيادة معاناة الشعوب الأوروبية وربما العالم بأسره. الرئيس بوتين استكمل التعبئة العامة الجزئية لقوات احتياطه، وشارك في حضور مناورات للدفاع النووي أجراها الجيش الروسي في الأيام الماضية، تحوطاً من تفجير أوكرانيا قنبلة قذرة تتسبب في إشعاعات نووية واتهام روسيا بالوقوف خلفها. ولعل زيادة شراء حبوب اليود في روسيا المضادة للإشعاعات بمقدار الضعفين مؤشر إضافي على أن كل الخيارات في هذه الحرب واردة بما في ذلك الخيار النووي. وميدانيا نذر معركة كبرى في خرسون، وبوتين يوجه نداء للخروج من المناطق الحساسة. الغموض في خرسون هو سيد الموقف، تتواصل المعارك وسط توقعات بمعركة كبرى وتشديد روسي على ضرورة إجلاء السكان منها.
وقد أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أهمية إجلاء السكان المدنيين في خيرسون من المناطق الأكثر خطورة، وأضاف بوتين: بالطبع ينبغي على أولئك الذين يعيشون في خيرسون الآن الخروج من منطقة الأعمال الخطيرة، وما فسره مراقبون إنذارا بقرب احتدام المعارك هناك وخطة روسية لاستخدام أسلحة قد تكون بيولوجية ونووية في تلك المنطقة. هذا في الوقت الذي تستمر فيه التحذيرات الغربية لروسيا، بينما ما زال الرئيس الروسي مصر على استمرار هذه الحرب وتحقيق أهدافها مهما كلف ذلك من ثمن. إذن لماذا كشر بوتين عن أنيابه وقصف محطات الكهرباء والمياه والبنى التحتية في كييف وفي مدن مركزية أخرى؟ ولماذا ينادي بخروج المدنيين من خيرسون؟ وهل سينسحب من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية مرة أخرى؟ هل ستقدم الولايات المتحدة الأمريكية على ما يثير غضب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؟ وهل فعلا أصبح قرار وقف الحرب صعبا للغاية بسبب الحائط الروسي الحصين على حدود دونباس؟ وهل فعلا ستشهد القارة الأوروبية التمرد ضد الولايات المتحدة الأمريكية؟ ومن الذي سيقود هذا التمرد الأوروبي المتصاعد على هيمنة أمريكا التي تدافع عن مصالحها والوقود دماء الأوكرانيين والحرب المستمرة؟